اللي كيبان لكم غيبقى لكم ب60 درهم. ملي تشوفوا كلشي ب60 درهم. شوفوا البنات هاد العبيات غادي يبقى لكم ب60 درهم. ها نتوما كتجيو كلها مطرزه من هنايا. اسمح لي معذره شوفوا البنات كاين بيكينيت هادو ديال القطن 100% قطن، هادو ديال اسبانيا. ها نتوما راه فيهم ثلاثه كيبقاو بشحال. شوفوا كيفاش كيجي، كاين مزيان حتى هو هانتوما، وكاين حتى في هاد اللون هذا. شوفوا البنات بالنسبه لي زونسون حتى هما كاين اللي عندهم حتى هادو غادي يبقاو لكم 60 درهم. صباح الخير صباح النور، كيف دايرين؟ كي دايرين نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد المحل اللي داير واحد لا بروموسيون اللي واعره بزاف. بالنسبه للمحل سميتو سيليا مود. هنا راه تنوريكم البيته ديالي كيف ما كتشوفوا. هذه هي القميجه اللي كنت خديت عند عزيز الشمالي اللي كيدير الجوطيه. شوفوا صراحه كتجي واعره. انا راه تنوريكم هذا السروال كان تيجيني مزير. هذا هو الكحل اللي كنلبس دائما. شتو كيفاش ولا دابا كيجيني ولا دابا متسع. جيت الكرش دابا بدات يخوى تماك. صراحه نفعتني هذيك هذوك لي سيونس نفعوني ديال سليم بودي. الحمد لله حتى فداتي وليت كنحس باسي خفيفه الحمد لله. الفوق حتى هو ديال الكرش بدا يهبط، ودابا نخدم عاوتاني على الكرش الحسني باش تاني تحيد. البنات كيف ما قلت لكم هذا الفيديو غادي يكون زوين ديال بصح، ما تفلتوا فيه حتى شي قطره. صورت لكم بيجامات واعرين، كل شيء غادي يكون ب60 درهم البنات، كلشي ب60 درهم. هنا شوفوا لي هاد الجاكيطه، اقسم بالله البنات الا خديتها ب20 درهم ورا فيها القب ديالها كيف ما كتشوفوا كيتحل وكيتسد. الا بغيتو نشارك معكم هاد السيد داير جاب داكشي واعر. كاين في سوق الحد حدا كتدخلوا من باب 6 وكتدوروا على اليمين سميتو الدكالي. يعني اي واحد مشى عنده اسمي يمشي عنده يقول لي راجل من طرف غزاله راه داير كلشي ب20 درهم. شريت عنده هاد القبيات، شريت عنده الجاكيطات، داير منطوات هما ب20 درهم. ونهار السبت ان شاء الله راه غادي يجيب السلعه عاوتاني. اللي بغى هكذا حويجات البرد يمشي عنده. خديت عنده حتى دوك بحال التيشيرتات ولكن هما بيديهم ديال القطن، تنوريهم لكم دابا مع مصبرين فازكين. ما داكشي علاش ما وريتهمش لكم. هادي راه خديتها عنده نهار والبارح، هادي راه ديجا صبنتها وصراحة خفيفة وسخونة، هادشي اللي عجبني فيها. المهم البنات أنا غنمشي دابا كيف ما قلت لكم لسوق الحرية، غادي نبارطاجي معكم المحل اللي قلت لكم. بزاف هاد الأيام دخلوا عندي متتبعات جدادين، قولوا لي واش كاين غير الناس ديال أكادير اللي متبعيني أولا حتى الناس ديال الجالية اللي في فرنسا ألمانيا إيطاليا. المهم تبدلوا الوجود ديالكم وقولوا لي منين كتفرجوا فيا، وكذلك حتى بالنسبة للناس اللي كاينين في مدن أخرين بارطاجيو معنا منين نتوما، وحتى بالنسبة للناس اللي ساكنين هنا في أكادير يقولوا لنا المنطقة ديالهم. ما تعرفوا تكون شي جارتكم تاهي كتفرج تاهي حداكم. المهم باش نتعرفوا. المهم أنا كيف ما كتشوفوا جيت في ان درايف صراحه اقسم بالله الحمد لله والله يرحمهم الوالدين. صراحه جيت ب 53 درهم حيت عطلت كنت خدامه، وخديت ان درايف ديريكت وجيت حيت دايره اصلا مع السيد الوقت وخفت نتعطل عليه داكشي علاش. هنا كيف ما كتشوفوا سوق الحريه غادي تدخلوا من اي باب بغيتوا بحال ديما، غادي تمشيو حتى للساحه وعاد غادي نوريكم ان شاء الله الطريق ديالو بالضبط للمحل فين غادي نصور لكم ان شاء الله اليوم عند سيليا مود. هانتوما بالنسبة للسوق الحرية تبارك الله راه فيه اللي بغيتو. هانتوما البيجامات من الفولارات العبايات، ان شاء الله غادي نصور لكم حتى واحد من العبايات. دير واحد الصوت لي زوين بزاف. المهم شوفوا لي غير شوية من داكشي اللي كاين هنا في سوق الحرية. شوفوا خاصكم ديروا واحد النهار غير ديال هاد السوق، هذا ما غتكملوش في نهار واحد. المهم انا غير نصور لكم لقطة وصافي تشوفوا. شوفوا زعما شنو كاين فيه. المهم كما قلت لكم اي طريق دزتو منها راه كتوصل لكم للساحه. شوفوا كسيبات بيجامات الناس كيدوزو مبغاتش نشد الفلوس. هادي هي الساحه اللي كنقول لكم هنا كاين فين كاين هذاك الكيشي ديال البنك بوبيلار او البنك الشعبي. هي هادي هي الساحه شتو ما عندكم فين تلفوا. بالنسبه للسيد اللي كنت بارطاجيت معكم غونزو مارو كانت مره كاين هنايا هدايا كطلعوا مع هاد الدريجات
اللي ملي كتلقاو المحل ديالو. المهم ها نتوما هو هاد الساحه اللي قلت لكم غطلعوا فين كاين رواق هدايه هنايا. هنا راه كاين غوانزو مارك، غادي الدور غتجيبوا الدور على رواق نوها من هنايا وتبقاو غاديين في الطوال. خليكم معايا. ها نتوما كتبقاو غاديين حتى كتوصلوا لهذا المحل هذا. ها نتوما هنا الباب واحد كيف ما كتشوفوا، كاينين جوج ديال الدروج، كاين هذا وكاين الاخر اون فاس معاه. كتطلعوا وكتجيو نيشان لهذا المحل هذا، هذا هو سيليا مود ديال سعيد كيف ما كتشوفوا. نعاود نصور لكم، كاين هذا الدروج هذا كيف ما كتشوفوا وكاين هذا اللي قدامه. انا غادي نهبط ونعاود نصور لكم الطريق باش تعرفوا بالضبط منين، يعني الا كنتوا غتلفوا دوزو ديريكت من الباب واحد والناس اللي جاوا من الباب الاخر راه راهبين. هنا كيف ما كتشوفوا مرجان، هذا اللور ديال مرجان، كتجيو اللور ديالو الباب واحد او المدخل رقم واحد هو هذا. هانتوما سوق الحريه اين زكان، سوق الحريه اين زكان البنات. كتدخلوا من الباب هانتوما، نصور لكم الدخله ديالو باش تشوفوا كيفاش دايره. راه ما عندكم فين تلفوا البنات، رجعوا يا اما من الساحه لعند المحل هنايا يا اما دخلوا من هذا الباب واحد ديريكتومون غادي يدخلكم المحل. غادي تدخلوا يا اما من هاد الدروج يا اما من الاخر. انا غادي نطلع من هذا على اليمين، هذا خاوي، وكتبقاو غاديين حتى كيبان لكم المحل اون فاس معاكم. ناشطو حاولت نوريكم زعما اللوكاليزاسيون ديال المغازان فين كاينه بالضبط، وريتكم من الباب واحد ووريتكم حتى من الساحه. يعني الا دخلتوا من اي باب انكم زعما كيفاش زعما توصلوا للمحل هنايا. راه النعت باين، غادي نخلي لكم بلا الانستغرام ديالهم، غادي نخلي لكم رقم التليفون ديالهم اللي بغا يتواصل معاهم كيديروا التوصيل فين ما كنتوا في المغرب. بالنسبه للثمن اللي غادي كل يوم غادي نصدمكم البنات، كلشي المحل اللي غنصور لكم دابا غادي يبقى لكم 60 درهم، اي حاجه غنوريها لكم دابا غتبقى ب 60 درهم ما عدا الملابس الداخليه غادي نشارك معكم حتى الاثمنه ديالهم. وبالنسبه لهاد لا بروموسيون غادي تبقى لكم من اليوم حتى اليوم الاثنين ان شاء الله صافي وغادي تسالي. فنتمنى انكم تجيو تاخذوا داكشي اللي بغيتو، وما شاء الله عنده اللارج وصوف في الجنات. خليكم معايا باش ان شاء الله نصور لكم كلشي. ها نتوما كاينين هاد الطوالين، كاينين هادو حتى هما، شوفوا ليا. المهم داكشي واعر، غنقلب الكاميرا ونصور لكم. غادي نبدا لكم بالبيجامات اللي كيجيو بحال هكذا اونسومبل، كيكونوا هكذا دو بيس. كاين تبارك الله عنده لو شوار في البيجامات، شوفوا ليا البيجامات، كاينين ديال القطن، كاينين ديال اللي كيكونوا هكذا الاخرين ديال النيلون، شوفوا ليا هادو كاملين. هاد الاشكال اللي كتشوفوا دابا غادي يبقوا لكم ب 60 درهم البنات، يعني الشكل اللي بان لكم دابا راه ب 60 درهم في هادو كاملين. شوفوا معايا حتى هادو صراحه تبون زوين، شوفوا لي الديزاين ديالهم فنين. راكم عارفين الاثمنه ديال هاد البيجامات شحال دايرين، راهو كما قلت لكم غير داير بروموسيون اولا ليكيداسيون باش يجيب لكم عاوتاني جديد ديال البرد. شوفوا ليا البيجامات هانتوما لون تينسيكون فلون، شوفوا هادشي التوب هادي شحال رطيطب، كاينين لوينات صراحه مختلفين. هادي كتجي 3 بياس هانتوما، حتى هي ب 60 درهم، شوفوا كيفاش كتجي. المهم غنحل لكم بعض الموديلات باش تاخذوا فكره عليهم كيفاش دايرين. كاينين هادو حتى هما هانتوما، حتى شي وحده شي عروسه مثلا بغات شي بيجاما ولا كسيوه راه تما كاينين هنايا لوينات هكذا فاتحين ديال العريسات، علاش لا. وحتى نتوما الا بغيتو تبرعوا بريسكم شوفوا ليا، كاينين حتى هادو اللي كيتلبسوا غير هكذا قطعه وحده كتكون هكذا قصيره، شوفوا حتى هما فيهم هادو اللوينات. وخلاص راه كاينين حتى هادو اللي كيكونوا هكذا الكسيوات اولا اللي كيبغوا مثلا البيجامه اللي كتكون هكذا كتلبس في الدار طويله، راه حتى هما زعما متوفرين. كاينين هادو وباقي عنده لو شوا اخرين، هما راه كلشي محطوط هنا، يعني اي لون طلبتوا في الكسيوه ولا في البيجامات راه تيجبد لكم. عنده الرام هنايا كما كتشوفوا كلشي متوفر، اي حاجه سولتوا عليها غادي يعطيها لكم. شوفوا لي الكسيوات هانتوما، شوفوا ما شاء الله الكسيوات كيحمقوا هانتوما، شوفوا لي 3 اكس ال هذه ها، طلع المقاسات متوفرين. غادي نحاول نلبس لكم شي وحدات باش تشوفوهم كيفاش كيجيو باش تاخذوا فكره انتم عليهم. شوفوا لي اللوينات، المهم هادشي كامل اللي كيبان لكم غيبقى لكم ب 60 درهم البنات، شوف كلشي ب 60 درهم. هانتوما البنات شوفوا لي بالنسبه للكساوي
عندو شوا فيهم عند تبارك فيهم مقاسات كاينين هادو اللي كيتجمعوا هكذا بلاستيك عندو الاخرين العاديين غنوريهم لكم حتى هما بحال هادو شوفوا هادوك هاد راه تقريبا تقدروا تخرجوا بهم هادو تلبس لكم هادو باش تشوفوا كيفاش دايره عندو هاد اللوينات تاعهم بالنسبه للثوب راه ثوب زوين ماشي ثوب زعما اللي كيشرب تما هادي راه فيها اللوينات حتى هي هادو اللي كيكونوا بحال هكا تا هما شوفوا هاد شوفوا لي حتى بالنسبه لهاد القندوره ولا البيجامو المهم هانتوما شوفوا كيفاش كتجي كيجي فيها الطنطان هنايا كيجي فيها حتى هما كيجيو فيها هاد الشوشيه تا هما وكتجي طويله حتى لتحت هانتوما كنتمنى تكونوا كتسمعوني مزيان انا حطيت لكم التليفون شويه باش يبان لكم ندير لكم هكذا هانتوما شوفوا الطول ديالها راه كتجي طويله وبالنسبه للمقاس هذه غير دوبل اكس ال البنات وشوفوا راه جات في المقاس ديال الجلد مالمو انا راه كنلبس 3 اكس ال وهذه راه جاتني في المقاس غنقيس لكم وحده اخرى باش تشوفوا حتى هي كيفاش كتجي راكم عارفين هذا الشيء راه حتى كيتلبس عاد كيبان اجيو هنايا قيسوا كيف ما بغيتوا وكما قلت لكم باش حتى نتوما تستافدوا من لا بروموسيون اللي كاينه دابا غادي ندوز باش نبارطاجي معكم العبايات اللي عنده شوفوا البنات حتى هاد العبايات غادي يبقى لكم 60 درهم ها نتوما كتجي كلها مطرزه من هنايا سمحوا لي معذرين هاد الاضاءه الزرقاء ما تيبانش مزيان كتجي بالفولار ديالها ب 60 درهم نتوما كتجي كلها ملبته بالعقيق من هنايا فيها العقيق من هنا كلها حتى هاد البنات غتبقى لكم 60 درهم تلقاو ب 60 درهم هادي فشي بلاصه وحده اخرى ما يمكنش الا لقيتوها اجي دوها فابور هانتوما شوف وتوبها صراحه زوين ومطلق بالنسبه لهادو راه فيهم جميع المقاسات انا هادي لابسه دابا 3 اكس ال هادي حاكم ياك 3 اكس هادي 3 اكس ال وفيها دوبل اكس ال فيها من سمول حتى ل 3 اكس ال هانتوما وبالنسبه للفولار ديالها تبارك الله راه كبير شوفوا قداش الفولار شفتوا وحتى هو كتجي فيه هنا واحد سليسه هكذا ديال العقيق كله من هاد الفرق البنات شوفوا معايا البيجامات كيحمقوا شوفوا اللوينات اللون تينسيكم في لون البيت ها انتما كلهم بالسروال كيجيو كاينين لي طوالين وكاينين لي قصارين غنوريكم الموديل ديال هادي صراحه زوين كاين الالوان اللي كيكونوا هكذا لون واحد الناس اللي تيبغيو لون واحد كاين موديلات صراحه اللي كثيره كما قلت لكم حاولوا تستغلوا هاد الفرصه هادي وتجيو تاخذوا بيجامتكم باقل ثمن غادي تلاقوه في السوق غنفتح لكم هادي باش تشوفوا كيفاش كتجي كتجي حتى هي بالسروال ديالها السروال كيجي تبارك الله لارج شوفوا وفيهم جميع المقاسات هانتوما شوفوا كيفاش كيجي وبالنسبه للرجلين كيجي هكذا فيهم واحد الافتقاد هانتوما من هنايا كتجي فيه واحد الافتيحه والفوق ديالها شوفوا كيفاش كيجي صراحه انيقه في البيسه ديالها هادو صراحه حتى كيتلبسوا عاد كيبانوا وكتجي فيها واحد الافتقاد حتى في هنايا شوفوا كيحمقوا عرفتوا الثوب ديالهم غزاله البنات هانتوما باقيين بزاف ديال الاشكال راه ما نقدرش نصور لكم كلشي اللي في المحل هانتوما شوفوا لي الموديلات كاينين هادو في لون واحد كاين هادي بحال ديك اللي وريتكم دابا في الكري ديالها كاينين هادو حتى هما اللي كيجيو قصارين كاين هاد الموديل حتى هو صراحه هادو حتى هما كيجيو زوينه في البيصه باش كيجيو شوفوا هاد القصار هما 60 درهم هادي غير الميديوم شوفوا قداش هانتوما غير الام وشوفوا قداش فيهم هادو كما قلت لكم فيهم حتى لي طاي حتى الدوبل اكس ال اللي بغاهم وفيهم جميع سمحوا لي جميع اللوينات البنات بالنسبه للكسيوات ديال الخرج حتى هما كما قلت لكم في الاول الفيديو راه حتى هما كاينين عنده ها هما راه كاينين عنده شي موديلات اخرين ما معلقينش هنايا راه كما قلت لكم راه ماشي كلشي معلق كاينين الاخرين هنا محطوطين في الارض وكاينين الاخرين حتى هما هنا في السطوح هادو شوفوا ليا المقاس ديالهم 3 اكس ال فين شفتها ما عرفتش فين شفتها هادي راه المقاس ديالها 3 اكس ال كاينين صراحه موديلات كثيره شوفوا ها هما اللوينات كاينه حتى هاد البوز فنه هادي
ديجا شتاني محلوله هي هذه نيت. غندوز دابا نكمل معكم البيجامه تاعهم نقربكم لهم باش تشوفوا زعما كيفاش دايرين. وكاين يحتاجوا ديال النعاس غنوريهم لكم تما اللي بغاو بحال هكا الناس اللي مزوجين اولا اللي مثلا شي عريسات بغاو كذا الولاد زوينين غنبارطاجيهم معكم تما تشوفوا كيفاش دايرين. المهم بالنسبه لهادو البنات هادو الوحيدين اللي ما دايرين 60 درهم هادو راه كل حاجه وثمنها كيبداو من 180 درهم 160 درهم كاينين ديال 220 درهم 230 درهم على حسب الموديل. هادو فقط اللي ما كاينينش في السوق. اما اي حاجه وريتكم هنايا يعني في البيجامات كنهضر على البيجامات والعبايات والبرقع نصور لكم حتى هو كلشي ب 60 درهم ابار الملابس الداخليه اللي قلت لكم كل حاجه نوريكم دابا الثمن ديالها باش تاخذوا فكره حتى نتوما عليها. البنات بالنسبه لي زونسومبل تا هما كاين اللي عندهم تا هادو غادي يبقاو لكم 60 درهم البنات فقط طاولي كي داسو. شوفوا كاينين فيهم كاع اللوينات بحال كيما قدرت نجبد لنا اللوينات. المهم انتم هاد النيود شوفوا لي السروال ديالو قداش كيجي هذا راه دوبل اكس ان شوفوا كيجي تبارك الله عريض الفوق ديالو كيجي تا هو طويل بلا موش ديالو كيلبس بحال كيمونو انتما ماشي دوك اللي كيكونوا طوال حتى لتحت هادو كديروا شي حاجه هكذا ديال القطن في التحت اولا شي شوميز اولا اي حاجه وكتلبسوا هذا من الفوق راه كيجي صراحه زوين في الجيكه ديالو انتما. غنوري لكم دابا في مانكا لابسه وغادي نوريكم حتى الوينات ديالو. بالنسبه للوينات اللي كاينين راه كما قلت لكم غنوري لكم هادو غير بعض اللوينات وراه كاينين لوينات وحدين اخرين. بالنسبه للمقاسات كيبداو من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. كاين الباج لوينتكم الاول كاين هذا الباج اللي خفيف عليه كاين هاد الكاميل اللي كيجي بحال لون تجمل كاين هاد السومو وكاين في البلوسيل وكاينين لوينات وحدين اخرين. المهم كما قلت لكم اللي سبق راه غادي ياخذهم. غنوريكم دابا في المانكان كيفاش كيجيو باش نوريكم كيفاش كيجيو في اللبسه بصراحه زوينين. هادي راه غير الميديوم وشوفوا الفوق ديالها شحال عريض. هما لبسوا لها هذا قصر ولكن نتوما تقدروا تلبسوا شي حاجه هكذا مغطيه هنايا اولا شي شوميز هكذا هابطه كيجيو زوينين في اللبسه. شفتوا هانتوما لي جين ديالهم راه ماشي سواقين راهم فينين شوفوا كيفاش دايرين. حتى بالنسبه للناس اللي تيبغيو هكذا القندورات اللي كيكونوا فيهم هكذا اللوينات صراحه كيجيو زوينين في اللبسه. هادو كاين هاد الصفيفر هذا شوفوا كيفاش كيجي كاين في البلو سيال حتى هما هانتوما وكاين حتى في هاد اللون هذا. هذا الموديل كيجي شويه مختلف على هادو كيجي كله هنايا في هاد لي بونطو هنايا وصراحه حتى في المقاسات غنتوفر لهم جميع المقاسات هانتوما هانتوما. بالنسبه لهاد القفيطمات هادو لا دخلهم دابا نوفيل كوليكسيون ولا بغيتوهم هادو ثمنهم 50 150 درهم البنات سمحوا لي هادو ثمنهم 150 درهم كاينين فيهم الولاد كيحمقوا فيهم كاع لي باي. شوفوا ليا هادو بحال دوك القميصات اللي كنلبس راه بحالهم وشوفوا هو شحال داير لهم في الثمن 150 درهم فقط. شوفوا ليا هادو حتى هما الكسيوات هادو كيحمقوا حتى هادو البنات 60 درهم 60 درهم 60 درهم 60 درهم. نوريكم من الداخل كيفاش كيجيو باش تاخذوا فكره عليهم. كاينين هادو اللي كيجيو هكذا الفوق كيجي هكذا عريض وكاينين الاخرين اللي ما كيكونش فيهم هذا كيكون كل عادي. شوفوا قداش شتو كيجيو زوينين في اللبسه هادو كيجيو هكذا بنصكم حتى هادو كيف ما قلت لكم الثمن ديالهم 60 درهم. هانتوما البنات كاين حتى هاد القفيطمات مبردين شوفوا كيفاش كيجيو صراحة فني في اللبسة ديالهم. هذا كيجي فيه هنايا في ليتين كلو عامر هانتوما وكيجي في الكول حتى هو كامل وهنا فيه السفة حتى لتحت شوف حتى لتحت. بالنسبة للوينات ديالهم البنات كيحمقوا بلاتي نوريكم الوينات هانتوما كاين في هذا اللون هذا بحال الخضر كاين في البلو سيال كاين في هذا الفيغ هذا كاين في الكرونا وكاين في هذا الصفر بارد وكاين حتى في هذا الزرق هذا بالبلو مارين صراحه الوان كيحمقوا فيهم حتى هذا البنات راه ب 60 درهم عييت ما نقول لكم 60 درهم الحال كله ب 60 درهم. بالنسبه للبيجامات ديال البرد هذو البنات غادي يبقى لكم 90 درهم ها هما الشكلات اللي كاينين فيهم كاينين هادو. شوفوا
البنات نعاود نفكركم بلي راه نهار اثنين غادي تسالي هاد لا بروموسيون هادي، باش ما تقولوش لي راه ما قلتيش لينا غيزلان. باش يجيب لكم ان شاء الله سلعه ديال البرد. شوفوا جايب لكم سلعه ديال البرد واعره واعره واعره، حتى هي ان شاء الله تكونوا في المواعيد ان شاء الله. هاد الويكند سيروا خذوا داكشي اللي عجبكم باش تلقاو زعما البياسات. المهم انا من اليوم غنصور لكم الفيديو، من اليوم غادي تبدا لا بروموسيون. هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للكسيوات اللي كيكونوا هكذا طوالين، حتى هما راه متوفرين عنده اللي بغاهم. عنده العبايه اللي وريتكم راه هي هذه اللي معلقه هنايا، وتبارك الله راه عنده لو شوا في البيجامات، غير اللي ما بغاش يتقضى البيجامات، وعنده حتى ديال الصغار، عنده الصغار الكبار. حتى بالنسبه للناس اللي تيقولوا ضعاف بزاف، حتى هما راه كاين المقاس ديالهم البنات، كاين عنده حتى بيجامات اخرين ديال 30 درهم 50 درهم، هذوك اللي شويه رخاصين حتى هما راه متوفرين عنده اللي بغاهم. كاين حتى هادو هاد العبايات هادو تقدروا تحيدوا لهم هذوك الصديفه الا ما بغيتوهمش، تقدروا تخلوها على حسب كل واحد والذوق ديالو، راكم عارفين الاذواق لا تناقش. اشنو هي دابا هادي طرون اشنو؟ اه طرون السروال ديال الثوب بالجيب. اه حلا ضحك نمشي له. شوفوا حتى هادي ب 60 درهم، هادي راه فيها حتى 3 اكس ال. دابا هادي شمن طي؟ هادي 4 اكس ال. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو عراضين هادو حتى هما، والسروال راه خيط زعما ثوب. وفيهم اللوينات هادو ياك؟ اه فيهم اللوينات. هما اللوينات ديالهم تبارك الله، راه كاع الالوان متوفرين. راه كيما قلت لكم زعما لي طاي، كلشي لي طاي متوفر هنايا. وحتى بالنسبه للناس اللي بغاو يقيسوا راه كاين فين كتقيس، زعما فين كتقيسوا، ماشي زعما تقدروا غير تاخذوا وتمشيو. شوفوا لي واحد الموديل اخر في شوفوا هادو صراحه كي اد انيق. هذا الام تاع الدبل اكس ال، هذا من الام حتى للدبل اكس ال. شوفوا فني هادو، تاهما هاد هذا البنات راه شوف ديالو ديال توب ديال الخيط، والفقره ديال بحال ليكخا كتجي هكذا للصيفات فنين. هادو حتى هادو تيشورتات هكذا بوحدهم، هادو قطنين هادو. شوفوا لي هادو 30 درهم ديال القطن، هادو كتلبسو تحت التجليل بعد كاينين هادو ياك. شوفوا هادو راه مقطنين، كاينين هادو نصكم، وكاينين اللي فيهم هكذا بالكم. شتوهم هذا في البلوسيان وفيهم اللوينات. ندوز دابا باش نوريكم الملابس الداخليه تاع هما باش تاخذوا فكره على الاثمنه ديالهم تاع هما. وهادو تاع هما ديال البرد، هادو تاع هما ب 60 ياك، هادو ب 90 ياك. المهم نوريكم هادو تاع هما باش تاخذوا فكره عليهم. هادو الثمن ديالهم 90 درهم. هاكيم هادو بشحال؟ هادو هادو ب 60. المهم حتى هادو البنات راه ب 60 درهم. هادو شوفوا هانتوما كاينين هادو ب 30 درهم، هادو هادو ديال الدار ولا ديال الناس، تا هما زوينين. كاين تا هما هادو تا هما شوف شحال زوينين، كيجو قصارين شي شويه. هانتوما تا هما فيهم لي طاي، هادو كيما قلت لكم 30 درهم، ها هما اللوينات ديالهم. شوفوا هادو كاملين 30 هانتوما، وكاينين هادو ب 60 درهم هادو، وبالنسبه لهادو غادي يبقاو لكم ب 50 درهم هانتوما. هادو ب 50 درهم، هاهما هادو كاملين ب 50. شوفو كاين حتى هادو 60 درهم. شوفو تبارك الله فيهم اختيارات هنايا، وكاينين حتى هاد الموديلات هادو حتى هما ب 60 درهم. شوفو لي راه فيهم حتى 3 اكس ال، هذا راه غير الدوبل ديالها. شوفو قداش هما لي بنات ديالهم. كاين حتى هاد البنطلونات شوفو كي دايرين فنين، هاهما شوفو قداش واسع، حتى هادو راه ب 60 درهم. شوفو هادي راه دوبل اكس ال،
هانتوما كيجي فيهم هنايا هاد الخويط هذا كيجيو هكذا 90 كيجيو هنا فيهم هاد اللوينات كاين حتى في الاورانج شوف الاورانج ديالها شحال غزال هانتوما حتى هي 60 درهم كتجي كلها هكذا بديت من التحت شوفوا لي التحت ديالها قداش 60 درهم البنات شوفوا لي الحمر ديالها كيحمر هانتوما شوفوا كيحمق هذا صراحة الحمر ديالها زوين كاع صريح دابا باش ما نصورك الفيديو هانتوما واحد الغزالة كضرح بيها من الصباح الله يحفظها لماما هانتوما شتي كيفاش كتجي شوفوا البنات كاين البيكينيت هادو ديال القطن 100% قطن هادو ديال اسبانيا هانتوما راه فيهم ثلاثه كيبقاو بشحال 260 3 780 هانتوما واحد ب 260 و 3 ب 780 راه هادو ديال القطن البنات راه ديال اسبانيا راه ديجا بارطاجيتهم معكم وعقلتوا على الاثمنه اللي كنت باش كنت صورتهم لكم وفيهم كاع لي طاي هادو ياك فيهم كاع لي طاي كاينين هادو بشحال الاثمنه ديالهم هادو 15 هنا شحال هادو 260 هادو هما ديال القطن هادو 25 درهم هادو عرفتوهم هادو اللي كيتيراو شي شويه ماشي شويه كيتيراو بزاف هادو تما فيهم لي طاي وبالنسبه لنا شحال قلتي ليا هادو 45 هادو ب 40 كلهم 50 درهم ياك هانتوما هادو كلهم 50 درهم دو بياس كامل اللي كتشوفو هنايا انا نوريكم راه عندهم عنده الاخرين من الجهه الاخرى تشوفوهم وعنده جميع المقاسات فيهم بالنسبه لهادو اللي كيجيو بحال هكذا كاينين هادو العاديين وكاينين ديال القطن وكاينين هادو اللي فيهم البونج الشكل اللي عجبكم فهادو غادي يبقاو لكم ب 30 درهم هادو كما قلت لكم ب 30 وكاين واحد الموديل اخر هادو حتى هما هادو حتى هما كيجيو زوينين هادو بشحال هادو حتى هما 30 شوفوا هادو عامرين بالبونج الناس اللي تيبغيو شي حاجه هكذا عامره عنده هادو اللي كيكونوا غير هكذا واقفين ما فيهمش البونج بزاف اسمحوا لي ماشي بحال هادو راه غلاضين شوفوا من هنايا قداش هنا راه عامر وهنا خاوي شتو حتى هادو البنات راه غيبقى لكم ب 30 درهم المهم كما قلت لكم حوته صراحه كنتمنى انها تعجبكم حاولوا انكم تجوا عما قريب ما حد لا بروموسيون مازال كاينه وما حد سلعه مازال كاينه راكم عارفين غير كتلونصا شي حاجه راه تبارك الله كيجيو ناس كياخذوا وشكرا على الثقه ديالكم البنات فوق ما صورت لكم شي محل كتجيو بعينكم مغمضين انا كما قلت لكم جبت لكم بيجامات غاليين جبت لكم بيجامات رخاصين ودابا جبت لكم الصوت اللي خطير ما تلقاوش نهائيا شي بلاصه وحده اخرى ان شاء الله نتوما كاينين حتى هادو اللي تيبغيو هكذا قصارين كتجي بالدوني ديالها الشرط الدوني ديالو كيبداو من 40 درهم بحال هادو دابا 40 درهم وكاينين اللي طوال شويه بحال هادو كيبقاو لكم 60 درهم هادو غاتيجيو طوال كيف ما قلت لكم كيبقاو لكم 60 درهم وكاينين ديال 50 درهم حتى هما هادو راه نتوما كاين فيهم واحد الشوا كبير تبارك الله من بين الحوايج اللي غادي يكونوا صولت كذلك هاد العبايات هادو ديال الصالات شوفوا كيفاش كيجيو كيجي الفولار ديالهم اولا الشال بحال هكذا في لاستيك هنايا كيجي بخاتيك صراحه هذا كتحطوه غير البلاصه فاش كتحطوه هكذا صلي واللي بغى يصلي كيطلق هذه كياخذها كيصلي بها كتجي طويله من اليدين وحتى من تحت كتجي هكذا طويله حتى هذه البنات غتبقى لكم 60 درهم وراه فيهم الويلات كامله غتبقى لكم 60 درهم الفوق والتحت الثمن ديالها ب 60 درهم المهم كما قلت لكم اي حاجه راه وريتها لكم اليوم راه كلها 60 درهم ما عدا الاخرى اللي زايدين في الثمن راني قلت لكم الثمن ديالهم حبيباتي هذا هو جدي عليكم كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى حتى هذه الهميزه تعجبكم ما تنساوش تجيو في اقرب وقت تاخذوا داكشي اللي يعجبكم كنقول لكم شكرا على المشاهده شكرا على المتابعه والى اللقاء